فينجسهم. ولكن الصحيح كما سمعتم انه اذا دبر وهو من حيوان المأكول في الحياة في الزكاة فإنه يطهر بإذن الله ويستعمل في اليابس وفي المايع. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما صارف النهي إلى الكراهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؟ لأن هذا من الآداب، يقولون الآداب تحمل على يحمل الأمر فيها على الاستحباب والنهي فيها على الكراهة. إذا كان الشيء من الآداب العامة فإنه يحمل النهي فيها على الكراهة والأمر فيها على الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن من السنة أن يبعد لقضاء الحاجة، فهل يستوي البول والغائط في ذلك، مع أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يبعد عند البول؟ هو يبعد عند البول والغائط، لكن عند البول لا يبعد كثير، ما يبعد بعدا كثيرا، أما عند الغائط فيبعد بعدا كثيرا حتى يغيب عن الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا يصلح تقول وسط الناس أو عند الناس، لا يصلح هذا، لازم تبعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يستعمل بعض الناس جلود التعابير في الأحذية والنعال، والبعض الآخر يستعمل جلود السباع في الأسود والنمور في اللباس. كل هذا حرام، كل هذا حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع. وجلود الثعابين خبيثة، الثعابين من الخبائث، فلا يجوز استعمال جلودها، وفعل الناس ما هو بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأصل في الطهارة؟ هل هو الاستنجاء أو الاستجمار؟ لأنني سمعت أن الأصل في ذلك هو الاستجمار. كله جائز مستوي، كله جائز ومتساوي. إن استجمر الاستجمار المطلوب كفى، وإن استنجى كفى، لكن يقولون الأفضل إذا أراد الاقتصار على أحد الأمرين فالاستنجى أفضل، لأن هذا الله في الإنقاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في الاستنجاء بالماء غسل الذكر مع الأنثيين أن يكتفى بغسل موضع خروج البول فقط؟ يكتفى بغسل موضع الخروج فقط إلا في المذي، الذي لا يغسل المخرج، يغسل الذكر والأنثيان. نعم، هذا في المذي خاص، يعني نتيجة شهوة، فيغسل الذكر والأنثيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكلام عند المغافل التي في الأسياس خارج دورات المياه ما حكمها؟ هذا ما يضر، الكلام عند المغافل اللي خارج دورات المياه ما يضر، ما هي الدورات مياه هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذكر الله سبحانه في داخل الخلاء؟ لا يجوز هذا، لا يجوز ذكر الله في داخل الخلاء ولا قراءة القرآن في داخل الخلاء تعظيما لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. إلا ما أستاذ بعضهم بالتسمية، لأن التسمية عندما يريد أنه يتوضأ مأمور بها، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني، فإذا أراد يتوضأ في الحمام فقد أفتى بعض العلماء بجواز من يسمي، لأن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، وأما ذكر الله بغير ذلك فأنا ما أعرف أحد أفتى بجوازه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح لأن مسح الذكر ونسيه بعد الفراغ من البول يصيب الإنسان بسلف البول؟ نعم، قالوا هذا، قالوا أنه يسبب الإصابة بسلف البول ويسبب الوسواس أيضا، إلا إنسان محتاج لهذا الشيء، الحاجة لها حكم، أما إنسان معاه فيها الله الكريم هو ما يستعمل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله بالأمس أن المرأة إذا طهرت من الحيض بعد دخول وقت العشاء فإنه يلزمها صلاة المغرب والعشاء، فهل يلزمها ذلك إذا طهرت قبل أذان الفجر بنصف ساعة؟ نعم، إذا طهرت ولو قبل طلوع وقت الفجر بمقدار سجدة، مقدار سجدة يلزمها الصلاة، صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في بداية باب الآنية في الدرس السابق جواز أن يتختم الرجل بغير الذهب حتى ولو كان من الجواهر الثمينة، ما
السؤال يا فضيلة الشيخ أن هناك من الجواهر الثمينة ما يخف المرأة دون الرجل كالألماس ونحوه، هل يكون محرما على الرجال قياسا على الذهب؟ من اللي خف بالمرأة؟ مو خف بالمرأة، من حرم زينة الله التي أخرج العباد لا يخف هذا المرأة، لكن استثني الذهب لورود الدليل به، وما عداه فالأصل الإباحة الحمد لله، وكل زينة الأصل فيها الإباحة للرجال والنساء. قضية الشيخ وفقكم الله، قد يستأجر الإنسان منزلا ولا ينتبه إلى أن المراحيض إلى جهة القبلة، قد يستأجر الإنسان منزلا ولا ينتبه أن المراحيض إلى جهة القبلة، فكيف يفعل في هذه الحالة؟ يجيب عامل ويصلحها، يجيب عامل سهل الأمر سهل، يجيب عامل ويغير الفراشي هذا، نعم، لا يحتمل شيء كبير، نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، التبول واقفا ما حكمه بالنسبه للرجال؟ يجوز عند الحاجه، يجوز عند الحاجه ويكره لعدمها، يجوز ان الانسان يتبول وهو واقف للحاجه، مثل اذا كان المكان وسع لو جلس توسع لا باس ان يتبول وهو واقف، او كان الانسان مريض ما يقدر على الجلوس يقلبس الكبه او مرض لا يقدر على الجلوس يجوز ان يتبول وهو واقف، اما اذا كان ما هنا حاجه فإنه يتبول جهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال أنني إذا قمت من قضاء للحاجة وهي البول أشعر بقطرات تخرج من الذكر وهذا باستمرار، فأقول لنفسي إن هذا وسواس من الشيطان وأترك الاستنجاء مرة أخرى، فهل يجوز لي ذلك؟ إن كان هذا وسواس نعم، أما إذا كان واقع فلا بد من الاستنجاء، إذا كان واقع فلا بد من الاستنجاء، أما إذا كان وسواس اتركه، لكن نوصيك بأن لا تستعجل، يزول عنك الوسواس بإذن الله إذا لم تستعجل حتى ينشف ينشف المخرج، لا تستعجل بالوضوء حتى ينشف المخرج وتتأكد من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مصاب بشلل نفسي فقد يذهب أحيانا إلى بعض أقاربه ولا يوجد عندهم المكان الملائم للوضوء بالنسبة له، فماذا يفعل إذا حضرت الصلاة؟ هل يتيمم مع وجود الماء أم ماذا يفعل؟ لا ما يتيمم، الماء موجود يهيأ له شيء يقضي في حادثة، إما في إناء وإما يقول في إناء مثلا، يقول في إناء أو في أو في جرة أو في أثر، ويستنجد يستنجد المناديل الخشنة الذكر ويكفي هذا بإذن الله إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حتى لو اقتضى الحال انه يتغوط في اناء او في جره او شيء او في كيس لانه ما يقدر يروح يفعل هذا ما يفعل، ويستجمر بالمناديل الخشنه لنفس المخرج ويتوضا وينتهي على الاشكال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق رش مياه الصرف الصحي في الاماكن العامه والأماكن التي يحتاج إليها المسافرون؟ هل إيش؟ هل ينطبق رش مياه الصرف الصحي في الأماكن العامة والأماكن التي يحتاج إليها المسافرون على من قضى حاجة في الظل فيكون حراما؟ إذا كان الماء رش ماء الصحي نجس فلا يجوز، نعم ينطبق عليه، إذا كان نجسا هو ما يجوز ينطبق عليه الوعيد، لأنه يقدر مرافق الناس والمحتاجين إلى هذه الأماكن، أما إذا كان مصفى ومعالج وذاهبة عنها آثار النجاسة فلا لا ما في مانع، لأنه أصبح طاهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قضاء الحاجة في الماء الكثير مثل البحار؟ ما يجوز إلا عند الضرورة، إذا كان ما يستطيع الخروج من البحر، أما إنه يتعمد يروح للبحر ويتغوط فيه أو في النهر يروح لمه هذا ما يجوز. غير الشيخ وفقكم الله، النهي عن مس الفرج باليمين هل هو مطلقا عند قضاء الحادث وغيره، وهل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ النهي للكراهة للتنزيه، وهو عام في قضاء الحاجة وغيره، إذا كان لا يكره في قضاء الحاجة ولا يحتاج إليه الإنسان فكيف بغيره؟ لا يمس يده باليمين أبدا. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، النهي عن السلام أثناء قضاء الحاجة هل هو أيضا على سبيل التحريم أو التنزيه؟ تنزيه، كل ما كان من الآداب
فإن النهي فيه للتنزيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الذي يدخل الخلاء ولا يقول هذا الذكر بسم الله يراه الجن من شياطين الشياطين فيرون عورته؟ ما هو بعيد، بل ما يكفي أنهم فقط يرعون، بل ربما يضرون يخبلون عقله. كثير ما يصاب بعض الناس في الحمامات بالجنون سبب عبث الشياطين والجن، ولو أنه استعمل ذكر الله قبل الدخول لسلم من شره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي أن يمسح 3 مسحات في منزل؟ في على المذهب إذا أنقى من 3 جهات ولو بحجر واحد ولو بمنزل واحد إذا أنقى يكفي على المذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قطع قطعة من حيوان غير مقدور عليه جزءا يسيرا من جسمه وعرض، فهل يجوز أكل هذه القطعة؟ وما الحكم إذا وجد ميتا بعد ذلك؟ هذا الصيد يسمونها الطريدة، إذا طرد الصيد ورماه وانقطع منه شيء، فإن أدركه وأمسكه حل جميعه ما قطع منه وبقية جسمه، وإن ذهب ولا عثر عليه هذا المقطوع لا يحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الغسيل بالبخار يزيل النجاسة؟ إذا كان بماء طهور، إذا كان هذا البخار من ماء طهور أزال النجاسة، أما إذا كان من سائلات غير الماء الطهور فإنه لا يزيل النجاسة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدخول بالمصحف وهو في الجيب وعلى دورات المياه. نعم. الدخول بالمصحف وهو في الجيب إلى دورات المياه وعدم المبالاة في هذا مع أنه مغلق وفي الجيب، هل هذا مكروه أو محرم؟ هذا محرم، يحرم دخول الحمام بالمصحف إلا عند الضرورة، إذا خشي عليه من التركة أو خشي عليه من الامتهان، يجيه ناس يمتهنونه يبيتونه، فإنه يدخل به الحمام للضرورة، ولكن يلفه ما يخليه ظاهر، يجعله في جيبه في كمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستنجاء بالحجارة باليد الشمال فيه بعض الأحيان صعوبة، فهل يجوز الاستعانة باليمين؟ يجوز أن يمسك الحجر باليمين ويمسك الذكر يمسك باليد اليسرى، وأما الحجر يجوز يمسكه باليمين أو برجليه. غير الشيخ وفقكم الله، وشرط الحميم اللذين يعذبان في قبرهما، هل المقصود تطالب القول عليه أم عدم غسله بذكره؟ كله مقصود، إنه ما يتطهر من البول لا بالاستنجاء ولا بغسل ما أصابه البول. نعم، نكمل هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخول الخلاء إذا كان يحس بحاجة رقيقة إليه وبإمكانه أن يتحمل ذلك لمدة أطول، ما حكمه؟ هذا في الله إنسان يريد الخلاء، خلاص لا يجوز يدخل فيها وهو يدافع أحد الرقبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أن يدخل في الصلاة وهو يدافع أحد الرقبتين البول والغائط. أما إذا كان هذا في غير الصلاة ولا يضره هذا الشيء فلا بأس بذلك، هو أدرى بنفسه. نعم. فضيلة الشيخ، قد يحتاج إلى هذا، قد يكون الإنسان في مكان ليس لا يتيسر فيه قضاء الحاجة أو البول، يتحمل قليلا حتى يتيسر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أن ورد حديث أن الصلاة بسواك خير من 60 صلاة بدون سواك، وعن التسوق يكون باليد اليمنى أم باليسرى؟ السواك ورد في قبله أحاديث كثيرة، حتى قال الإمام الصنعاني رحمه الله في شرح بلوغ المرام فيه 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متأكد وسنة مؤكدة، وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصلاة بالسواك أفضل من الصلاة بغير سواك، لأن السواك يزيل رائحة الفم ويطيب النفس، والإنسان يستعد للقرآن رائحة طيبة وفمه يكون طيب الرائحة، وكذلك تذهب الرائحة عن المصلين وعن الملائكة. السواك فيه فوائد عظيمة، فينبغي أن لا يفرق فيه الإنسان. نعم. يريد السؤال، أما تحديد الصلوات أنه أفضل من 7 من الصلوات، هذا لم يصح فيه دليل جماعة، هو ورد لكن
هو ورد لكنه لم يصح فيما أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء خبر عن فضيلتكم في الجراح جعلوا مع الخبر صورة لفضيلتكم، فهل هذا يعد رجوعا عن تحريركم للصور الفوتوغرافية؟ لأن كثيرا من الناس يحتج برجوعكم لخروج هذه الصور. الشيخ ابن باز رحمه الله كان يمنع من التصوير بحجمه ويأخذون صورته ما درى، فهم أخذوا هذه الصورة مني وأنا ما درى، جعلوا يحطونها في الجرائد ولا أذنت لهم في هذا ولا أضيف لهم هذا، هذا ليس رجوعا مني ولا علمت عنه ولا دريت عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون حفظكم الله أن في هذا اليوم اليوم العالمي للمعلم، علما أن فيه متابعة وتقريبا للكفار، وبعض المدارس يطلبون من الطلاب أن يهدوا هدايا للمعلمين في هذا اليوم، فما حكم ذلك؟ حكم هذا أنه لا يجوز، ولا يجوز للطلاب أن يعملوا هذا الشيء، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فعليهم أنهم ما يعملون هذا الشيء، يمتنعون منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإن أكرهوا عليه إكراه وأجزموا به إلزام فيكون الإثم على من ألزمهم به وأكراههم به، أما إذا كان لهم اختيار إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا فلا يجوز لهم فعله، يجب عليهم فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن ناتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو. نعم. نحن ناتي من مدينة الخرج والتي تبعد عن الرياض حوالي 70 كيلو، فهل لنا أن نترخص برخص السفر فنترك مثلا السنن الرواتب؟ 70 كيلو ما تكفي، 70 كيلو ما تكفي، وله المسافة القصر، مسافة القصر تحدد بيومين قاصدين للراحلة، ومقدارهما بالكيلوات 80 كيلو فأكثر، 80 كيلو فأكثر، فأما 70 و60 هذه لا لا تكفي ولا يجوز لكم القصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الخروج من المسجد بعد الفراغ من الأذان؟ للحاجة يخرج ويرجع لا بأس بذلك، أو للحاجة ما هو راجع يروح المسجد ثاني، يعني إمام أو مؤذن يروح المسجد الثاني لأجل الأذان أو الإمامة لا بأس، أو موعد واحد في مسجد آخر، المهم إذا كان لحاجة ما في بس، أما إذا كان لغير حاجة فهذا يكره، أو للحديث الذي يخرج بعد الأذان يقول فقد عصى أبا القاسم، حديث عمار بن ياسر لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لغير حاجة فإنه لا ينبغي الخروج، بل قد يكون حرام، يعني عصى أبا القاسم معناه أنه حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند البدء في أكل الطعام هل يكتفى بقول بسم الله أم أن الأفضل زيادة الرحمن الرحيم؟ لا يكفي بسم الله، ما ورد الرحمن الرحيم لا عند الذبيحة ولا عند الأكل ولا عند الوضوء، وإنما يكتفي بقول بسم الله هذا الذي ورد. نعم. وعند دخول الخلاء يقول بسم الله هذا اللي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض الحمامات يوجد فيها غسالات للملابس، فهذا يلزم بعض النساء أن يتكلمن في دورات المياه، فماذا عليهم؟ ما يخالف الكلام، ما يخالف في دورات المياه، الكلام قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة، ممنوع حال قضاء الحاجة، أما تكلم في الحمام تطلب شيء أو نادي أحد يصلح شيء ما في مانع، يعني شلون تتقي هذه؟ الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.